طيب نعيده. عيده. رأيت في المنام أني نزلت إلى قاع البحر. في الأول كنت مترددة، لم أغوص في البحر من قبل، فغصت ولم يحدث لي شيء. عزبة أدرس. يعني الحلم هذا يحمل حاسك حاسك تريد تفسره فسره. لا أكيد. العين ما تعلى الحاجة. أنت ما شاء الله حواجبك كذا ما شاء الله. طيب ما عليك سؤال يا صاحبي. طيب الحلم هذا يحمل معنى من معنى، إما فيه عندك فعلا هو بشكل عام بمالك أنت من قام بذلك فهي مغامرة، إما مغامرة في المجال الدراسة تدرسين أو العمل اللي تعملينه في الدولة، وإما في السفر. فأنا أحبذ والله أعلم أنه بسبب ظروف معينة خارجة عن إرادتك أو بيدك سوف تسافرين وتنجحين في هذا السفر، يعني تروح إلى دولة ثانية لتكتشفي مثلا دراسة أو عمل أو شيء. والجميل في الحلم أنك سوف تنجحين رغم أنها مغامرة كبيرة وسوف تكلفك المال، ولكنك سوف تنجحين والله أعلم.